بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم اللبن الرائب للعزباء والمتزوجة والحامل في المنام. فتفسير حلم اللبن الرائب في المنام للعزباء يشير إلى أنها ستحقق ما تريده وتتمناه في حياتها الشخصية والعملية، ورؤية أكل اللبن الرائب والقشطة في الحلم للعزباء يدل على زواجها القريب من شخص مناسب لها وغني يتصف بالكرم والإخلاص لها. وحلم تصنيع اللبن الرائب في المنام للعزباء يدل على اقتراب موعد الزواج من شخص تحبه وتتمناه منذ فترة طويلة، ورؤية تناول اللبن الرائب الفاسد في المنام للعزباء يدل على سماع الأخبار السيئة وحدوث مشاكل تدخلها في حالة نفسية سيئة. وأما بالنسبة للمتزوجة فرؤية اللبن الرائب الفاسد في المنام للمتزوجة يشير إلى أنها تعاني من كثرة الخلافات والمشاكل مع الزوج. وحلم انسكاب اللبن الرائب في الحلم للمتزوجة دليل على أنها تتعرض للعين والحسد والحقد عليها من أشخاص مقربين لها. ورؤية تناول اللبن الرائب بشراهة في المنام للمتزوجة يدل على أنها سترزق بالحمل قريبا إن لم تنجب. ورؤية اللبن الرائب بمذاق جيد في الحلم للمتزوجة يدل على الحصول على الكثير من المكاسب والأرباح من مشروع خاص بها. وحلم رؤية الحليب يتحول إلى لبن رائب في المنام يدل على الحظ القليل وشعورها بالنقص. وأما بالنسبة للحامل فتفسير حلم اللبن الرائب في المنام للحامل يدل على أن لديها ولادة سهلة واطمئنان على سلامتها وسلامة مولودها. ورؤية شراء اللبن الرائب في المنام للحامل قد يدل على أنها ستقوم بولادة ولد وسيكون ذرية صالحة لها. وتفسير رؤية اللبن الرائب في المنام كما أشار الإمام النابلسي بأنه يدل على الدعاء المستجاب والحظ الجيد. وحلم أكل اللبن الرائب بالعسل في المنام يدل على السفر القريب والترحال من مكان إلى آخر. ورؤية سقوط اللبن الرائب في المنام دليل على التعرض لمرض شديد يصعب الشفاء منه. وتفسير تحضير اللبن الرائب في المنام يشير إلى الزواج من امرأة جميلة أو زيادة في عدد الذرية. وحلم رؤية اللبن الرائب والتمر في المنام يدل على الغنيمة الكبيرة والحصول على الكثير من المنافع المادية. وأما بالنسبة لابن سيرين فتفسير حلم اللبن الرائب في المنام من الأحلام المستحبة، فهو يشير إلى الحصول على منفعة مادية بعد الكثير من الاجتهاد في العمل. وحلم شراء اللبن الرائب في المنام دليل على تلقي الأخبار السعيدة والحظ الجيد. وتفسير اللبن الرائب للميت في الحلم يشير إلى أنه شخص كان عمله صالحا في الدنيا. ورؤية اللبن الرائب والزبدة في المنام يعتبر من الرؤى المستحبة. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.